عندي ورقة اللحمة بالخضار، لحمة من المكان اللي انتوا عايزينه، ممكن تبقى من الانتركوت بقى، من وش الفخده، من وش اللوح، زي ما انتوا عايزين. خضار مشكل شهرزاد، وكوسه بطاطس وجزر وبسله وفاصوليا خضراء، بروكلي وبصل ثوم بطاطا، ولو في كرات هنحط، مفيش هنحط بصل اخضر طبعا، قعدين من الكرفس، شرايح طماطم وطماطم بيوري، ومعلقه صلصه. عندي مرق وزيت وملح وفلفل، جوز الطيب، بهارات لحمه، وعود قرفه. ورقة لحمة يعني جميلة جدا، هعملها صينية وتتحط تبقى روعة، وهي من الحاجات برضو يعني المحببة جدا في بعض العزومات، في ناس كتير قوي بتحب تتعامل مع ورقة اللحمة دي. أنا الحقيقة عايزة أعملها نايف ناي، يعني أنا ورقة اللحمة بالنسبة لي عايزة أعملها نايف ناي، مش عايزة أشوح فيها خضار وأحطه، لكن خليني إيه، طبعا هي احلى حاجه فيها ناي في ناي، للناس اللي حابين ياكلوا حاجه خفيفه هتاكلوا احلى طعم ورقه لحمه. الناس اللي حابه تشوح الخضار شويه مع بعض وتظبطه مفيش مانع، يعني اللي يعجب حضرتكم، بس انا هعملها ناي في ناي. طيب قولوا لي حبيبتي، ايه الصوت قطع عليا؟ انا بس عايزه اذكر كل اصدقائنا وحبايبنا مسابقه ميرا المسابقه، عشان حاجه تبقوا فهمتوها اكتر. عايزين احسن تطبيقات معموله من الثلاث وصفات اللي احنا اتكلمنا عنهم، علشان تعرضوها وتصوروها وتبعتوها لنا، مزينينها بميرا كيدز علشان حضراتكم تنولوا معانا ان شاء الله السحب على المسابقه وتبقوا من الفايزين. احلى طبقه ياخد لايكس كومنت هو اللي هيكسب معانا، وهندي الفوز كمان لثلاث متسابقين مش متسابق واحد. ان شاء الله تعجبكم المنتج وهتبدعوا فيه، انا عارفه ومتاكده من كده. هني اخد ورقه زبده تانية وهفرش برضو فايل. احنا معانا تليفون اوكي. طيب احنا بقى معانا استاذ حسام المسيري على التليفون، وهو مدير تسويق منتج ميرا كيدز، هيتكلم معانا عن المنتج. اهلا بيك استاذ حسام. اهلا بيك يا شيف، ازاي حضرتك؟ صباح الفل على حضرتك يا فندم. صباح الفل والجمال والورد على حضرتك، وانا سعيد جدا ان انا موجود مع حضرتك النهارده في مداخله تليفونيه. يا رب يخليك يا فندم، والله تحياتنا لهذا المنتج المحترم اللي يعني هيغنينا عن شراء الايه، الحلويات الضاره، ونستبدلها بحاجه فيها فيتامينز للولاد وحاجه ليها قيمه. بالظبط يا شيف، ويمكن دي الحاجه اللي فكرنا فيها كوزمو كير، ان احنا اخيرا بقى فيه موجود في مصر منتج نقدر نديه لاطفالنا بشكل يكون هيلثي، وفي نفس الوقت يكون بعيد عن الحاجات الضاره او الكانديز الضاره اللي بتبقى موجوده في السوق المصري. تمام. ويمكن دي الفكره اللي احنا بنقدمها. يمكن حضرتك عارفه ان احنا كاولياء امور ومامز دايما بنفكر احنا عايزين ندي لاولادنا حاجه يكونوا هما بيحبوها، وفي نفس الوقت تكون هيلثي بالنسبه لهم ومفيده. صح. ودايما بتحصل خناقات رهيبه جدا بيننا وبينهم. صح. ان هما عايزين كانديز، لا الكانديز دي مش حلوه، دي فيها الوان صناعيه، وهما ما بيبقوش فاهمين حاجه زي كده. صح. عايزين نديهم حاجه تدي فيتامينز ليهم بعد التمرين. صح. في اي تمرين سواء سباحه او كاراتيه او اي اكتيفيتيز بيعملوها مظبوط. بالظبط، نبقى قلقانين دايما واحنا مدينهم المصروف، بنبقى خايفين ان هم يجيبوا حاجه نوت هيلثي، يجيبوا الحاجات اللي معموله في زيوت مهدرجه، يجيبوا حاجات الشوكليتس فيها كالوري زياده قوي، فبنبقى خايفين جدا من حاجه زي كده. صح. ومن هنا جت فكره ان احنا نقدم منتج لاول مره يبقى بيدي الطفل 30% من احتياجاته من الفيتامين، فيتامين اي وفيتامين اي وفيتامين سي، يمكن عشان تغيير الجو دلوقتي فبنبقى محتاجين حاجه تزود المناعه، وفيتامين بي 5، فيتامين بي 12، فوليك اسيد. تمام. زنك، ايودين، فكاننا بندي وجبه غذائيه متكامله للطفل بشكل حاجه هو بيحبها. صحيح. دي الفكره اللي احنا قدمناها، بلس ان كمان حابب اكد على حاجه مع حضرتك. فضل. ان اخيرا المنتج ده ميرا كيدز واخد ابروفال في وزاره الصحه المصريه. تمام. فدي حاجه تبقى مطمنه كل اولياء الامور ان هم يقدروا يجيبوا منتج زي ده وهم مطمنين على السيفتي والامان بتاع الطفل. تمام. ودي انا طبعا احنا كقناه اصلا المنتجات بتاعت اللي بناخدها من خلال البرنامج او من خلال قناه المحور عموما لازم بتكون فعلا مسجله في وزاره الصحه. بالظبط. او دخلت خلاص انها على الموافقه بتاعتها، فبنبقى مطمنين 100% فعلا. بالظبط. وحابب كمان اطمن الناس على حاجه صغيره، يمكن كان في ترند كده مشي فتره من الفترات ان الناس بتخاف تجيب الجيلي للاطفال. أوه. عشان خاطر الجيلاتين طبعا الحيواني الغير معلوم المصدر. صحيح. والناس بتبقى قلقانه منه جامد، فاحنا قدرنا في ميرا كيدز ان احنا نحل القصه دي بان احنا قدمنا الجيلاتين على شكل بيكتين اللي أيوة. هو الجيلاتين النباتي. مظبوط. وده الامن فعلا.
بالظبط آمن وبيسهل الامتصاص بتاع الفيتامين. حتى الناس اللي جربت ميراكيد هتلاقيه ان هو ما بيمطش قوي عشان ده الجيلاتين النباتي. النباتي صح مظبوط بالظبط، وفي نفس الوقت بيسهل امتصاص الفيتامينز والمينرالز اللي موجوده جوه الجمل، فبالتالي بيدي الطفل سرعه في امتصاص الفيتامينز فيقدر يستفيد فيها بشكل افضل. صحيح. الفكره بس اللي عايز اوضحها للناس ان الناس عشان تقدر تستفيد كمان بالفيتامينز اللي موجوده جوه ميراكيد وتبدا تحس بالتاثير بتاعها اتليست تمشي عليها شهر يعني مش اقل من كده يا فندم. طبعا فهمت حضرتك. لو اقل من كده هتبقى كانه بديله هيلثي كاندي بس، لكن لو عايز استفيد بيها كاني بديله بجيب له حاجه حلوه بس حاجه مفيده بالنسبه لي يستمر عليها. لكن اقصى وقت ممكن للطفل يعني يوفي احتياجاته لفتره وبعدين ارجع تاني اجيب تاني منه برضه، يبقى الفرق بينهم قد ايه يا فندم؟ بص يا فندم انا اوضح لحضرتك حاجه صغيره. اتفضل. احنا كده او كده في جميع الاحوال الميزه اللي عاملينها في ميراكيدز ان احنا حاطين 30% بس من احتياجاتهم الفيتامين. تمام. فعشان كده الطفل يقدر يمشي عليه مدى الحياه حتى لما يبقى عنده 15 سنه، مفيش مشكله خالص انه ياخد كيس كل يوم ما شاء الله، زي اللي بيفطر كل يوم، زي ما بياكل اي حاجه كل يوم. احنا عاملينه بالتكنيك ده عشان خاطر الطفل يستفيد بيه اكبر استفاده ممكنه، وفي نفس الوقت ما نبقاش ضاغطين على اولياء الامور، لا انت لازم توقف وبعدين ترجع تاخد تاني عشان بنخاف من الاعراض الجانبيه بتاعت الفيتامين. تمام. ميزه ميراكيدز ان ما فيهوش المشكله دي. تمام. يمشي عليه أطول فترة. طيب كويس جدا يا فندم، أنا طبعا بشكر حضرتك على المداخلة دي وميرسي على التوضيح ده، لأن أنا كنت أتمنى أن حضرتك تدخل وتوضح لمشاهدينا الكرام. أنا يمكن عشان قعدت مع حضرتك فعرفت المعلومات دي كنت متيقنة منها، وميرسي لمداخلتك، وإن شاء الله إحنا في فائزين، وأنا قلت على مسابقة ميرا وحضرتك أكد بقى المسابقة على كل أصدقائنا برضو. اكيد طبعا يا فندم، احنا مستنيين الناس تبعت الوصفات على صفحه طفلك بطل. ايوه. واكتر الوصفات هتجيب لايكات هيطلعوا مع حضرتك طبعا في البرنامج. ايوه. عشان خاطر يعملوا الوصفات دي مع حضرتك. اوكي يا فندم، انا بشكرك جدا جدا، تسلم لي وميرسي مداخله حضرتك فندم، ومن تقدم لتقدم والله. ميرسي يا شيخ. شكرا جزيلا يا فندم، شكرا لحضرتك، شكرا جزيلا. اتفضل يا فندم. طبعا اتمنى يا رب تكون الشرح وافي، واستاذ حسام وضح لنا الحاجه الخاصه بميرا. انا هقول لكم انا عملت ايه، انا كنت بضيف كل الخضروات اللي احنا اتفقنا عليها، حطيت دلوقتي خضروات شهرزاد هي متلجه عشان هي لازم تتحط متلجه عشان استفيد بيها وبفايدتها زي ما اتفقنا، وعملت رشه ملح وفلفل فقط، لسه ما حطيتش اي حاجه تاني، ورشه زيت زيتون في الاول، ودلوقتي حطيت البطاطا والجزر وشرايح الطماطم والكوسه والبطاطس هتضاف دلوقتي حالا، والبصل كل حاجه هنا كده. طبعا هحط تاني لان البطاطس بتاخد من نسبه الملح شويه، وحطيت خضار شهرزاد المشكل اللي فيه فاصوليا خضراء وفيه بسله وفيه جزر، وطبعا هحط دلوقتي رشه تاني من الملح والبهارات بقى بتاعتي اللي احنا اتفقنا هنتبل بيها ونحطها. ادي رشه ملح كمان، وادي رشه فلفل. بصوا احلى خضار تاكلوه في الدنيا النايف ناي ده، لانه الحقيقه وبيبقى في الفرن هيلثي جدا. هحط كده عودين من القرفة، واحد جوه واحد كده على الوش، والقرفة العود احنا اتفقنا اخف من القرفة الباودر. رشة بقى هنحط من بهارات اللحمة كده، وهنقلب كل ده دلوقتي حالا كده. اوكي هاخد بس رشة جوز الطيب كمان، بسم الله، وهاخد معلقتين من المرق اصبهم في وسط هي اوريدي هتنزل على فكره صوص بتاعها، بس انا عايزه اسهل الماموريه. طيب لا خلوني بقى اقفل دي وبعدين اديكم اللي انتوا عايزينه عشان ايه مش هقطع الوصفه. ناخد اللوش كده، دي غيرنا مكانهم. اوكي هاخد بس كده، بسم الله، كده على فوق دول مرق، وهبدأ بقى ايه اغلف الورقة دي. انا عملت لها طبطينة، احط بقى دلوقتي مع رشة كمان زيت زيتون اهو، وعقبال ما نقفل هاخد فراولة حبيبتي من اسكندرية. يا صباح الفل يا فراولتي. يا صباح الهنا يا زوزو. يا حبيبتي عامله ايه يا روح قلبي؟ الحمد لله، ايه البدر المنور ده ما شاء الله عليك. يا رب يخليك يا حبيبه عمري. ربنا يحميك ويحفظك. امين يا رب ويخليكوا ليا والله. يخليكي، عموما الاكل الني ده بيبقى صحي.
وصحي ويناسب كل الاصدقاء ويناسب الصغيرين والكبار واللي عنده ضغط وسكر وكوليسترول وقلب وكل حاجه. الله يخليكي وتسلم ايدك. تسلمي يا روح قلبي، تسلمي يا رب، يجعله بالخير. ويخليكي لحماتك يا رب. امين. ويخليكي للدنيا كلها. وبلغي سلامي لمخرجنا الجميل. يا رب يخليكي ويسلموا عليكي كلهم. وريواني اللي كلها ذوق. يا حبيبتي تسلمي كلك ذوق والله. واحمد عادل ابن حبيبي ربنا يخليك. سامع ولد؟ يا رب. قاعد اهو بيضحك اهو مبسوط جدا. ربنا يا رب يفرحوا بيها يا رب. امين يا رب حبيبة قلبي، يا فراولتي يفرحك باحفادك. ويخليكي لاولادك وتفرحي بيهم ويحميهم ويحفظهم يا رب. امين يا حبيبة قلبي، تسلمين يا رب. مالكيش اي طلب يا فراولة؟ انت قوي 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 والله. تعالى حمادة بقى انت حط لي ده عشان الفرن اللي بيعصلك ده. فراولتي فرودي. نعم. فرودي الجميلة عاملة ايه؟ جميلة بتبوس ايديكي يا قلبي، بستها الف عافية. وعندي بقى بنت ايات. ايوه. اسمها امية على اسم خالتها، بتسلم عليكي. يا روح قلبي مليون بوسة. اقول لها ايوه امية بتسلم عليكي. يا قلبي يا قلبي، ربنا يخليهم لك يا رب، تفرحي بيهم يا حبيبي. الله يخليكي. سلميلي. تقول لها سلام يا انوس، سلمي عليها. سلام يا امنية. انوس. ميرسي يا ام حماده، نورتيني وشرفتيني. شكرا يا في حفظ الله يا روحي، مع الف سلامه حبيبتي. حفظ الله. سلميلي يا حبيبتي. طيب احنا طبعا حطينا ورقه اللحمه، مش عايزه اقفلها قوي، انا عايزاها تاخد الخضار ده ياخد برده شويه خفيفه كده. عايزين تحطوا فوق كفر شويه تكمروها، مفيش مشكله، انا دايما بحبها كده وتاخد وقتها، تاخد ساعه الا ربع ساعه على حسب نوع اللحمه. مهم قوي ان اللحمه لو من وش اللوح بتستوي على طول على فكره، يعني في حتت في اللحمه كده بتبقى حلوه وبتستوي بسرعه. عايزين تدوها نص سلقه وتحطوها، بس انا بصراحه طول عمري اتربيت نعمل ورقه اللحمه كله نايف نايف. لو اللحمه كبيره اسلقها نص سلقه مفيش مشكله. طيب